وللمزيد من المتابعة حول إمكانيات مدينة مصر الأولمبية واهتمام القيادة السياسية بدعم قطاع الرياضة في مصر، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي ومدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ شريف، بعد التحية، وكما نتابع دائما أن هناك اهتمام ودعم كبير من الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية بشكل كامل، وذلك على مدار سنوات، يعني إلى أي مدى انعكس ذلك بشكل واضح ومباشر على التطور الغير مسبوق للبنية الرياضية بشكل عام؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. طبعا بالتأكيد المنشأة الرياضية اللي تابعناها دلوقتي في التقرير حاجة يعني فخر الرياضة المصرية وفخر البنية التحتية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما قلتي حضرتك أو ما قال التقرير، انها تستعد لاستضافه اكبر احداث رياضيه، يمكن اول حدث رياضي تستضيفه ان شاء الله هيبقى دوره الالعاب الافريقيه 2027، وبعد كده بنستعد لاستضافه الاولمبياد 2036. بالتاكيد ده انجاز هو الاهم في تاريخ الرياضه المصريه، المدينه الرياضيه بمشتملاتها زي ما تابعنا في التقرير بكل منشآتها الرياضيه، الاستاد اللي هو يعد من اكبر 6 استادات على مستوى العالم من حيث السعه الجماهيريه، الصاله المغطاه، مجمع السباحه، اماكن الالعاب اللي موجوده في لذوي الاحتياجات الخاصه. يعني دي فخر لينا كمصريين ان يكون عندنا منشاه رياضيه بهذا الحجم موجوده في العاصمه الاداريه الجديده اللي ان شاء الله هتكون مستقبل اولادنا وشبابنا في قادم المواعيد ان شاء الله. بالتاكيد في اهتمام كبير جدا من الدوله ومن القياده السياسيه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل المنشات الرياضيه، وده انعكس على رياضيينا في اغلب الرياضيات خاصه الالعاب الفرديه اللي بتحقق انجازات على المستوى الاولمبي والمستوى العالمي. وان شاء الله ان شاء الله باريس هتكون الانطلاقه الكبيره لأبطالنا الأولمبيين. نعم. أولمبياد باريس إن شاء الله 2024 في إنجاز كبير، يعني زي ما قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، متوقع إن شاء الله 10 ميداليات أولمبية للألعاب المصرية أو لرياضيين المصريين في أولمبياد باريس إن شاء الله. طيب أستاذ شريف، زي ما حضرتك ذكرت إنه مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة بتعتبر من أهم الصروح الرياضية الموجودة بالفعل، متميزة للغاية بما لديها من منشآت رياضية بمساحات كثيرة جدا، وبالتالي بتعمل على تطوير قدرات مصر في استضافة كبريات الفعاليات الإقليمية والدولية. إلى أي مدى من الممكن أن يتحقق ذلك خلال الفترة القادمة؟ هو تحقق بالفعل. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا دوره الالعاب الافريقيه دي بنشارك فيها مثلا ما يزيد على 10,000 رياضي ان شاء الله هيبقوا موجودين في 2027 في المدينه الرياضيه، وهتستضيف كل الالعاب الرياضيه. وان شاء الله مصر متقدمه بملف ان شاء الله لاستضافه الاولمبياد 2036 ان شاء الله، ودي هتبقى اكبر حدث رياضي او هي الاكبر حدث رياضي في العالم هيبقى موجود في مصر ان شاء الله. مصر ان شاء الله تنالش هذا الشرف. بالتاكيد وجود هذا الطرح الرياضي بيدي سبورت للملف المصري في ان هو هنا الشرف تنظيم الالعاب الاولمبيه، ودي اهم حدث رياضي بيبقى على كوكب الارض، اضافه الى انجازات رياضيه اخرى و منشآت رياضية أخرى موجودة في عديد المحافظات المصرية. نعم. مش في القاهرة بس أو في العاصمة الإدارية بس، لا كل المحافظات الرياضية هنلاقي منشآت رياضية، مراكز شباب، ملاعب مفتوحة للساحات شعبية، كل ده تم تطويره في السنوات الأخيرة، إضافة إلى هذا الطرح الرياضي اللي يعد الأهم في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي ومدير تحرير جريدة الجمهورية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.